بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل كلامنا في الميديان نيرف. يبقى في الاكزيلا وفي الارم بيدي نو برانشز. الفور ارم بيدي ماسكولار وكوتانياس. الماسكولار يبقى الست عضلات ونص، كل عضلات بتاعت الفور ارم ما عدا عضلتين او عضله ونص، الفليكشر كاربي انالس ونص الفليكشر ديشترام بروفانس. الكوتانياس اسمه بالمر كوتانياس برانش. بالمر كوتانياس برانش سبلاي اللاترال ديفيرد بتاع البالم اوف ذا هاند. بعد كده النيرف يدخل عندنا الهان. لما يدخل عندنا الهان النيرف، هذا حد فاصل اهو بين الفور ارم والهان. لما يدخل عندنا الهان بيدي بارتكل برانشز بتاعته بتتراوح ما بين ماسكولار وكوتينيس. كان مرتين يبقى ماسكولار وكوتينيس. ماسلز خمس عضلات موجودين في الهان. هي الخمس عضلات الموجودين في الهان، الجروب ده اللي يسموه ثينر ماسل. الثيمة المصر دول ثلاث عضلات، عضلة اسمها فليكسور بوليسيس بريفيس وابدكتور بوليسيس بريفيس، يبقى ابدكتور بوليسيس بريفيس، فليكسور بوليسيس بريفيس وأوبوننس بوليسيس. والفيرست ولا السكند العمل؟ الفيرست اند السكند لامب ريكيرز. يبقى 5 ماسلز في الهان. بيدي كوتينياس بيدي للاترال 3 اند هاف فينجرز فروم بالمر اسبت، وياخد الديستال هاف اوف زير دورسال اسبت. يبقى بياخد البالمر وبعدين يقلب بياخد الديستال هاف او ديستال بارت اوف زير دورسال اسبت. يبقى بيدي اللاترال ده كوتينيوس لاترال 3 اند هاف فينجرز من حاجتين، من البالمر اسبكت والديستال بارت اوف زير دورسال اسبكت. يبقى ده الديستريبيوشن بتاعه. يبقى ملخص الموضوع، بيدي ست عضلات ونص في الفرعان، خمس عضلات في الهان، الثري بتاعت سينر، ابدكتور بروسس بريفيس، فليكسور بروسس بريفيس، اوبوننس بوليسيس، فيرتس وسكند لامبريكلز. السنسيشن ملخص اللي بيجي لاترال تو ثيرد بتاع الباب نفسه، هاند لاترال ثري اند هاف فينجر، وبياخد الصوابع كمان من اللي الديستال اسبكت بتاعه. وده الديستريبيوشن بتاع الميديان نيرف. لو حصل انجري للميديان نيرف، الانجري بتاعت الميديان نيرف كل واحد ممكن يحصل انجري في الحته بتاعت اللي هو اباف البو. انجري يبقى معناها باراليسز ل 11 عضله ونص، ولوس اوف سنسيشن في الاتر تو ثيرد بتاع البو نوت ساند الاتر 3 اند هاف فينجرز. ممكن يحصل سنسيشن اباف ريست او كاربال تانل. كاربال تانل ده السندروم ده مهم، اسمه كاربال تانل سندروم. كاربال تانل سندروم ده بيبتدي ان احنا بنعمل كومبريشن على ميديا نيرف وهو موجود في الكاربال تانل. يجيب للفليكسور الكنايل. يبقى لو انا عملت كومبريشن ده اسمه كاربال تانل سندروم. يمكن علشان احنا بس هنفهم كلامنا كاربال تانل سندروم. كاربال تانل سندروم ده عباره عن ايه؟ عملت كومبريشن على الميديا نيرف وهو موجود في الكاربال تانل. كده الهان وادي الميديان نيرف بيعدي ديب للفليكسور ريتيناكل. هو بيعدي ديب للفليكسور ريتيناكل المنطقه اللي بيسموها في الاناتومي الكاربال تانل. لو عملنا كومبريشن على الميديان نيرف في الكاربال تانل بيحصل سندروم اسمه الكاربال تانل سندروم. الكاربال تانل سندروم ملخصه بيبتدي الاقي فيه نامنس موجود، يعني تلاقي فيه نامنس وباراسيسيا. الونج ديستريبيوشن بتاعت النيرف بس في الفينجرز، بس على اشمعنى في الفينجرز؟ الله وراح البالم فين؟ لان البالمر كوتينيوس برانش بيعدي السوبرفيشال فليكسور كمان ما بيتاثرش، لكن اللي بيتاثر البرانشات. شايفين ده اسمه بالمر كوتينيوس برانش، ده بيعدي السوبرفيشال فليكسور. فتلاقي الأول نمنس وبعدين بيبقى ويكنس.
لو انا ما صلحتوش يبقى بعد كده هيبقى يجي لي التيبيكال بقى كويس باراليسيس اوف 5 مسل اوف ذا هاند اند ذا شولدر. يبقى ده اسمه كاربال تانل سيندروم. غالبا طبعا الواحد ما بيوصلش لغايه التيبيكال بيكشر بتاعتي الانجري الكامله بتاعتي الميديا ارسبكتيف الانجري بتاعت الميديا نيرف الديفورمتي بتاعته بيسموها ام ام الميديا نيرف انجري تعمل مونكي هاند او ايب هاند. مونكي هاند او ايب هاند. مونكي يبقى الميديا نيرف تعمل مونكي هاند او ايب هاند كده تبقى عامله كده. تلاقي عندي ادكشن وهايبر اكستنشن فلاتنينج اوف ذا ثينر ايمينس بتبقى الايد عامله زي ايد المونكي. خد بالكم الاوبوزيشن في المونكيز بتبقى موجوده في اللور مش في الابر. البيكتو هو اللي بيعمل اوبوزيشن لكن الابر عنده ما بيعملش اوبوزيشن. ليه؟ لان بيتعلق بفرع الشكل. فكون ان الثامب في البلان اوف اذر فينكر بقى ده ايد الهاند بتاعت المونكي. يعني يوم يجي النيرف انجري تساوي مونكي هاند. كاربال تانل سيندروم يبتدي باراسيزيا موجوده اوفر اللي هو الفينكرز ونامبنس ليتر اون وشويه ويكنس اوف ذا ماسلز. بعد كده لو التيبيكال ديفورمتي ممكن تحصل بس ممكن يحصل كومبريشن ميديا نيرف في بتوين التويز وبرنتيتس ممكن ينتج كده سيندروم بردك ما بيبقاش هي بانجري واضحه بتاعت الميديا نيرف. تلاقي بردك نامنس وباراسيزيا كويس اند سو اون بس ما بتبقاش التيبيكال ديفورمتي السيفيره بتاعت الميديا نيرف. بقت ده اول نيرف بطلع عليه كلمه الميديا نيرف. تاني نيرف موجود عندنا من اول في المنطقه دي بطلع عليه كلمه الالنر نيرف. الميديا نيرف ده تاني نيرف اسمه الالنر. الالنر نيرف ده بيطلع من الميجر كورد او بريكيال بلكسس. يمشي ميديا مثل بلاط بتاع الاكسلر ارتري الابر بارت بتاع الاكسلر ارتري وبعدين بيخترق الانتر ميجر انتر مسكر الستة ويعدي الديب للميجر اللي بيكون بعد دي اريا مهمة جدا لان ده ممكن يحصل له انجري في المنطقة دي. فراكشن اوف ميجر اللي بيكون داي يحصل مع انجري اوف ارنر نيرف. يبقى ارنر نيرف انجري ممكن يحصل له وهو بيعدي بيهاند الميجر اللي بيكون داي. ممكن نحسه اهو موجود اهو ادي الميجر اللي بيكون داي في الجروب اهو في الميجر اللي بيكون داي تقدر تحس بسهوله اللي هو الالنر. بيدخل بعد كده الهاند بتون التو هيدز بتاعت العضله اللي اسمها الفليكسور العضله دي اللي بطلق عليها كلمه الفليكسور كاربي الانس. والمنطقه دي بيسموها ممكن برضك يحصل له كومبريشن بيطلقوا عليه كلمة الالنر تانل. حتى في سندروم اسمه الالنر تانل سندروم يبقى برنيتو تيل سندروم الالنر تانل سندروم. وبعدين النيرف بعد ما يعدي بتون التايتز اوف فليكسو كاربي اناليس يمشي بتون الفليكسو كاربي اناليس والفليكسور ديجيتروم بفانتس وبعدين يروح معدي في سبيشال كومبارتمنت فليكسو كونكتر اسمه جايون تانل. جايون تانل يحصل هنا ممكن ديزيز جايون تانل سندروم. يبقى ألنر تانل سيندروم أو كيوبيتال تانل سيندروم بعد ما بيتطبق عليه كلمة كيوبيتال تانل سيندروم وجايل تانل سيندروم ده كومبريشن للألنر. يدخل الهند يتقسم انتو تو برانشز سوبرفيشال ودي برانشز. يبقى ده الكورس بتاع الألنر هنا. الألنر نيرف يبقى ده الألنر نيرف وده نيرف اسمه ميجر نيرف. الروت فاليو بتاعته بيطلع من سي 7 و 8 تي 1. سي 7 و 8 تي 1 هو بيطلع الاورجن بتاعه من الميجر كود بريكر بلكسس. المفترض ان اي حاجه طالعه من الميجر كود بريكر بلكسس يعني معناها سي 8 وتي 1. سي 7 دي جت له ازاي؟ بيقولوا ان اللاترال كورد دي الميجر كورد ده احتمال او الميديا نيرف بيدي الالنر نيرف احتمال وده الفايبرز اللي بتسبلايز المسل اسمها الفليكسور كاربي الانس. المهم يبقى ده اللي هو الاوريجن بتاع الالنر نيرف. سبق يا ترى الالنر نيرف ده بيسبلايز ايه؟ نعمل رسمه زي بتاعت الميديا نيرف بالظبط بسرعه عشان نلم فيها الصوره.
هاجي برين سباينال كورد هاجي النيرف اللي اسمه ulnar nerve بارتك كالمعتاد في الاكزيلا وفي الارم بيدي نو برانشز كل النيرفين دول في الاكزيلا وفي الارم بيدي نو برانشز وده ulnar ايه في الاكزيلا وفي الارم بيدي نو برانشز نو برانشز نو برانشز في الفور ارم ماسكولار بيدي عضلة ونص الفليكسور كاربي النيرس ونص الفليكسور سيرومافاس يبقى كماسكولار ماسكولار بيدي عضلة ونص ماسكولار عضلة ونص اللي ما تدهش مدينة ماسكولار يبقى فليكسور كاربي النيرس ونص الفليكسور سيرومافاس كوتينيس بيدي تو كوتينيس برانشز واحد اسمه بالمر كوتينيس برانش والتاني اسمه دورسال كوتينيس برانش لو تفتكروا الميديان كان بيدي بالمر كوتينيس برانش تبقى عايز الميديان اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده اهو شايفين الميديان كان بيدي بالمر كوتينيس برانش وبيدي ست عضلات ونص ده بقى بيدي عضله ونص فليكسور كابيا نفس ونص فليكسور تشيرو برافانس كوتينيس ده بيدي تو برانشز بالمر كوتينيس برانش دورسال كوتينيس برانش البالمر كوتينيس برانش بيدي الميديا ثيرد بتاع البالمر سنتر يبقى ده اسمه بالمر كوتينيس برانش لا نوت ده ميديا ثيرد بتاع البالمر سنتر الدورسال كوتينيس برانش بيدي الميديا ثيرد بتاع البالمر دورسال اوف ذا هاند والميديا وان اند هاف فينجر ادي النيلز اهي الدور سيركوتينيس برانش بيجي الميديا الثيرد بتاع الدور فروم ذا هاند والميديا الوان اللي عندك يبقى عندي برانش بالمر كوتينيس ودور سيركوتينيس البالمر كوتينيس بيجي الميديا الثيرد بتاع البالمر بس الدورسال كوتينيس بيجي الميديا الثيرد بتاع الدورسال وبيجي الميديا الوان اللي حافظ دخلنا يبقى دي المنطقة بتاعة الفور ار دخلنا الهاند بقيت بيجي 15 عضلة في الهاند كل المصلز بتاعت الهاند اللي انا لو انا عايز الخصها 4 انتربوسيال بالمر او دورسال بالمر او دورسال تلاتة هايبو ثينر اطلقت الجشمية وفلكس الجشمية وقلت الجشمية اثنين لامبريكلز ثيرد و فورث لامبريكلز واحدة الدكتور الدكتور فورس واللي طفى العضلة بيجي سوبرفيشال برانش اسمه بالمير بريفز يعني باختصار بيجي 15 عضلة بينما السنسيشن بيجي الميجر وان اند هاف فينجر وبين السنسيشن بتاعته بيجي الميجر وان اند هاف فينجر يبقى الملخص النهائي بتاعه انه بيجي 16 عضلة ونص واحد ونص فور ار 15 عضلة السنسيشن بيجي الميجر ثيرد بتاع الهند الميجر وان اند هاف فينجر من قدام او من ورا لو حصل انجري النيرف ده يحصل كلو هاند بس الكلو هاند بتاخد سباين دول يعني بتاخد الرينج والليتل فينجر لكن لو عندي كومبليت كلو هاند زي ما قلنا قبل كده في بريكر بلكسس يبقى ده اللور ترانك بريكر بلكسس يبقى انا عندي الميديا نيرف مونكي هاند اللور ترانك بريكر بلكسس بتاخد كومباين ميديا ulnar لكن الان النيرف بياخد اللي هو الرينج والليتل فينجر يبقى ده النيرف اللي بيخرج في الانر عندنا بعد كده النيرف اللي بعديه تالت تطلق عليه كلمه اكزيلري نيرف
سلاك ده النيرف بيطلع من البوستيريور كورد اوف اكسس، يبقى ده كان اقصر شويه كده طالع من البوستيريور كورد اوف اكسس. النيرف التاني اللي بيطلع من البوستيريور كورد اوف اكسس اسمه راديال نيرف، بس هنفرد له رسمه. الاكسل نيرف بيطلع من البوستيريور كورد اوف اكسس بيتغطى بالعضله الفظيعه اللي ماليه المنطقه دي، طبعا كلكم عارفينها اللي بطلق عليكم دي البايت ماسك، يبقى هو اندر كفر اوف للبايت ماسك. يروح لافف ينزل في سبيس اسمه كوادرنجل سبيس ويلف حوالين السيرجيكال نيك وينقسم انتو تو ديفيجن انتيرو سوبريشن. يبقى هو نزل اهو 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 يلف حول السيرجيكال نيك وينقسم انتو ديفيجن انتيرو سوبريشن. يبقى ده نيرف اسمه اكزيلاري نيرف، يبقى ده كان اسمه ulnar، وده كان اسمه ميديان، وده اسمه اكزيلاري. الاكزيلاري نيرف الراجل بتاعه كان طالع من البوستيريور فور وبريكيال بريكس، والفاليو بتاعته سي 65. النيرف اللي اسمه الاكزيلاري نيرف ده ان شورت ربنا خلقه عشان يعمل حاجتين، سبلاي عضله اسمها دلتويد عضله اسمها تيتس ماينر، يبقى هو في نهايته بيدي سبلايز للدلتويد وتيتس ماينر. دلتويد وتيتس ماينر وبيدي سنسيشن للسكول اوفر لور هاف اوف دلتويد، يبقى السكول اوفر لور هاف اوف دلتويد بيغذيها. لو اتقطع الديفورميتي اللي بيعملها الديفورميتي بتفقد الكونتور بتاعها، فبقى الاقي الشورت يبقى فلات اسمه فلات شورت. بنفقد السنسيشن من السكن اوفر لور هاف اوف الديفورميتي يبقى فلات شورت. باراليسيس اوف تو ماسل ديفورميتي تيبس ماينر بلس السنسيشن اوفر السكن اوفر لور هاف اوف الديفورميتي ماسل، وده تالت نيرف بسميه اكزيلاري نيرف. رابع نيرف بنسميه musculocutaneous nerve. musculocutaneous nerve بيطلع من اللاتر كورد اوف بريكال نكسس 5 6 7، يبقى ده بيطلع من اللاتر كورد اوف بريكال نكسس، بيخترق العضله اسمها كورا كوبراكيلس، وبعدين بيمشي بين البايسبس وبريكيلس، وبعدين بيكمل از كوتينيوس برانش، بيمشي في العضلة اسمها البايسبس وبركيلس، وبعدين يكمل الكوتينيوس برانش اسمه لاترال كوتينيوس نيرف فور ارم، يعني تكملته بعد كده اسمها لاترال كوتينيوس نيرف فور ارم، لكن اسمه فوق كان اسمه musculocutaneous طالع من اللاترال كوتينيوس بريك بريكس 5 6 7. يبقى النيرف الأخير الأخير في الرسمة دي، يعني اتفقنا إن النيرفات الستة الأبر هما خمس نيرفات، بس الرجع النيرف هنفرد له رسمة لوحديها علشان الكرسي بتاعه بس يقرب من الشرح. المسكوبتانيوس الروت فاليو بتاعته سي 5 و 6 و 7، والأوريجين بتاعه هيطلع من اللاترال كورد اوف ريكابلس. السبلايز بتاعته البي بي سي البايسبس بريكيلس كورا بريكيلس بي بي سي بايسبس بريكيلس كورا بريكيلس، وبيدي السكين بتاع اللاترال بارت بتاع الفرع اللاترال بريكيلس نيرف. يبقى النيرف الرابع بنسميه musculocutaneous nerve، يبقى ميديان والنر والزلري musculocutaneous. النيرف الخامس والاخير في هذه الظروف السريعه اللي احنا بنعديها بنطلق عليه الريجيال نيرف. الريجيال نيرف بيطلع من البريكل بريكسس من كل البريكل بريكسس 5 6 7 8 1، دي الثلاثه كورس بتاعت البريكل بريكسس، هو طالع من البوستيريور كورد بريكل بريكسس.
الدرج بتاعتها لما السكر بتاعك بيمشي between the lung or between هذا the triceps. وبعد ما كان مشي في الفرام بقى مشي في الباك في جروب اسمه spiral core مشي مع profunda brachii. يبقى راح ماشي related لي اللي هو الشيفت اوف ذا هيمرج عشان كده دي حته مهمه جدا ممكن يحصل injury للريجن في هذا الساعد. وبعدين يروح راجع للفرام اكيد فرق سته موجود هنا اسمه دكتور تمسك سته ويرجع للفرام اكيد يمشي بين البراكيلس براكيل راديالس ينقسم انتو تطير من برانشز اسمه سوبرفيشال راديال وبوستيريور انتربارسيس. يبقى باختصار النيرف كان موجود في الفرام راح الباك رجع للفرام اكيد. بعد ما رجع للفرونت اجين انقسم الكبد الفصه into two terminal branches نسميهم superficial region و posterior interfaces. يعني الترجس هي وجعب البرانش الاولاني بالدرجة. البرانش الأولاني اللي بص من بصير الترأسس نيرف يلف بين التوينز أوف ذا سوبينيتور اللي إذا في الباك يمشي بين السوبرفيشال والديب والبوف ماسل ده اسمه بصير الترأسس نيرف. البرانش التاني اللي اسمه سوبرفيشال نيرف ريجن اللي بيمشي بالفرانت وبعدين بيروح لاجع قلب في الأخير علشان هو رايح سبلاي للسكان بيقلب علشان يسبلاي السكان بتاع الدورسم بتاع الهيد. يبدأ اسمه ريديا نعم يبقى ريديا نعم في الرد بالي بتاعته كل بريكل بلاكسس زي الميديا نعم 5 6 7 8 كي 1 5 5 6 7 8 كي 1 أوريجين زي الأكسل النار في النبوس كل بريكل بلاكسس. البرانشز اللي بديها ده بي سبلاي 5 مصر في المعنى كلمة طبيعي هم دول الترايسبس الانكونياس البريكيوراديالس الاكسنسو كاربي راديالس لونجس والبراكيالس شخصي. يمكن البراكيلز not very important part which is very small lateral part. يبقى دي خمس برانشات العضلة. الكوتينيوس يدي تلات برانشات. الباك بتاع الارم والفور ارم. الكوتينيوس بتاعت الارم والفور ارم. وللاترال اسفلت بتاعت الارم اللي هو اللاترال كوتينيوس اوف ارم. يبقى بيدي تلات حاجات. يبقى ده بيدي البوستيريور كوتينيوس اوف ارم. بوستيريور كوتينيوس اوف فور arm, the subcutaneous of arm, subcutaneous of forearm, and the lower lateral cutaneous of arm. Now, after I excel drop rest, you will injure that in the region nerve, you will drop a little drop rest. The medium beyond monkey hand, the ulnar beyond the partial claw hand, the ring or little finger, the region beyond drop rest, والانجري بتاعت الاكزيلري نيرف بتعمل فلايت شوب. رجع النيرف بينقسم لفرعين، واحد اسمه بوستيريور انتر اوسيس والتاني اسمه سوبرفيشال ريجل. السوبرفيشال ريجل ده رايح للدورسن فقط بيور سنسوري. يبقى السوبرفيشال ريجل ده بيور سنسوري رايح سبلاي السكن بتاع اللاتر بتوصل بتاع الدورسن اوف ذا هاند والسكن بتاعت اللاتر 3 اند هاف فينجرز البروكسيمال باتر بتاع الدورسن. يبقى دي السكن بتاع اللاترال تو ثيرد بتاع الدورسال اوف ذا هاند والسكن بتاع اللاترال تو ثيرد بتاع الفينجر في الدورسال اسبت بيدي البروكسيمال بارت. الديستال بارت زي ما اتفقنا بالميديا يعني ده اللي بتجي هنا. اما لو احنا جينا لو قلنا باللون الاصفر ده البقيه بقى اطراف الصوابع الديستال بارت ده بتديها الميديا. اما النيرف اللي كمل الموضوع من الناحيه ده ده الالنر. بقول الثلاث شغلات ازاي في الاكل. يبقى ده كان الرجل ده كان الالنر
الأطراف بتاعت الصابع دي من الورا دي كانت بتاعت ميكي. النرد التاني كان اسمه بوستيريور انتراوسس. والبوستيريور انتراوسس نرف ده بيسبلاي كل الماسلز بتاعت الباك اكسبت الاي بي سي. الباك فيه 12 عضلة، هو بيغذي كل الماسل بتاعت الباك اكسبت الاي بي سي. الاي بي سي كان موجودين هنا على فكرة، بس محدش يسرح ادي الاي بي سي اهو. هو بيغذي كل العضلات بتاعت الباك ما عدا الاي بي سي. اي اللي هي الانكونيوس، بي اللي هي البريكيوراديالس، سي اللي هي كانت الاكستنسور كارباي راديالس لونجس. بيغذي كل المسل بتاعت الباك ما عدا الاي بي سي. اي انكونيوس، بي بريكيوراديالس، سي الاكستنسور كارباي راديالس لونجس. لو حصل انجري للنرف ده، النرف ده اسمه البوستيريور اوسيس نيرف، بيحصل دروب فينجرز، يبقى دروب في الفينجرز بس. خدوا بالكم انجري اوف ريجيال نيرف يبقى دروب ريست، وات ايفر الليفل بتاعه ايه. انجري البوستيريور اوسيس يبقى دروب فينجرز. كده يبقى احنا خلصنا النيرفز بتاعت الاثر. اللقاء في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.